نروح إلى فيديوهاتنا مع اثنين من الفيديوهات. خلونا نشوف الفيديو الأول يا شباب. توفيق الممثل الوطني إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. توفيق. منصورين إن شاء الله. جايبين الكأس. السابع. السلام عليكم. السلام عليكم. الكأس بإذن الله. السابع ونرجع إن شاء الله فايزين. ونمثل بلدنا. بإذن الله إن شاء الله. موفقين بإذن الله إن شاء الله. هذا الفيديو لاستقبال الجماهير السعودية وجماهير نادي الهلال في اليابان، وهو يعني من صحيفة الجزيرة القسم الرياضي فيها. شكرا لهم على هذا الفيديو والتعليق عندك. وأنا أقول شكرا لجريدة الجزيرة على هذا الفيديو اللي مواكب الحدث. الفيديو ذا من ساعتين حصل. طبعا الناس يعلقون إنه ليش يروحون وليش، من حقهم يا أخي. الناس مشكلة يقيسون بمقياسين، هم يحبون أنديتهم ويلومون من يحبون الأندية. يعني أنا الآن أعلنت هلاليتي في الآسيوية كمشجع محترف مع الهلال، وبإذن الله على الطاولة الأربعاء القادم هنا سنختار أنا وإنت يا أغنية تركي مشيقح يا فيصل السديري كترحيبا بالهلال وفوزه. أنا إن شاء الله عندي كأني أرى البطولة، والكأس أمامي سيكون مقره في الرياض. هذا توقع العرفج. ليس توقع، تجاوزت التوقع، بل وصل إلى مرحلة أني أرى الحلم. شوف ترى الحلم لما تراه غير لما. طيب جميل، هذه جرعة تفاؤل كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله.